الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنكمل شغلنا في البروتوس. هنعمل المرة دي دايرة يعني معقدة شوية عن اللي فاتت. اللي فاتت كانت حاجة بسيطة قوي. دايرة برضو بتاعت المرة دي بسيطة، مش كومبليكيتد قوي. هنشتغل على دايرة بالس ويدث موديوليشن. دي بستخدمها للتحكم في سرعة الدي سي موتور. ولما نيجي نتكلم في الدي سي موتور درايفرز ان شاء الله هنتكلم بتوسع اكتر عن الدايره ديت، ونقول كل كومبوننت موجود هنا موجود ليه وايه الفكره عملها. لكن المطلوب مننا دلوقتي ان احنا ننفذ الدايره دي بالبروتوس. فتعالوا يلا نشوف ازاي هنعملها. هي اول حاجه علشان نعملها لازم تكون التصميم دوت موجود معايا، اما هو اوريدي برينتد على ورقه وموجود معايا في ايدي كده، وبعدين ببص على الكومبوننتس الموجوده وبنزلها على البرنامج، وبعدين ببص على الرسمه وانفذ نفس السكيماتيك بتاع السيركت ديت، او ان انا بفتحها زي ما انا مفتحها كده على الكمبيوتر، وافتح جنبها البروتوس. ادي الايزس، فتح البروتوس، وكل شويه بقى بفتح كده افتح صوره الدايره ابص عليها، وبعدين ارجع للبروتوس وارجع افتح صوره الدايره وارجع للبروتوس كده. فاحنا عشان ما نتعبش نفسنا، هو البروتوس فيه ميزه حلوه قوي ان انا ممكن احط الصوره بتاعت الدايره ادخلها هنا، بس في مشكله صغيره ان البروتوس بيحتاج بيت ماب. لو ضغطت فايل هيقول لك ايه امبورت بيت ماب، عايز الاكستنشن بتاعها بيت ماب. لو بصيت على الصورة بتاعتي هنا لا، الاكستنشن بتاعها .gif، فدي مش هينفع ادخلها البرنامج. فالحل بسيط جدا، حل ان انا بفتح برنامج البينت، برنامج الرسام، اسحب ليه الصورة كده، وبعدين بقول له سيف از بيتماب، بيتماب 256 كالر مثلا. ظهرت عندي الصورة الجديدة ديت بالاكستنشن بتاعها BMP، نفس الصورة. هدخل بقى على البرنامج بتاعنا ايزس فايل امبورت بيتماب على الديسكتوب، وندخل على بالس ويدث موديوليشن. هحط الصورة فوق مثلا على اليمين. بقت قدامي دلوقتي الصورة بتاعتي موجودة بتاعت الدايرة، والمطلوب مني ان انا بدل بقى ما ابص في ورقه معايا في ايدي، او كل شويه ادخل على الصوره وارجع للبرنامج وادخل على الصوره للبرنامج، لا هي موجوده قدامي على طول دلوقتي. زي ما اتفقنا اول حاجه بنعملها بنعمل بيك، بنحط كل العناصر اللي موجوده. تعال نبص على العناصر اللي موجوده هنا ايه، هنصغر كده شويه. العناصر اللي موجودة هنلاقي مثلا الكاباستور، خلينا الكاباستور الأخير. هنلاقي الموسفت دوت اسمه بي يو زد 11 اوت، نزلناه اهو. هنلاقي موتور اهوت، ننزل الموتور، نزل معانا بالدبل كليك. هنلاقي في 2 دايودز، 1 ان 4 1 4 8 1 N 4 1 N 4 1 4 8، ده اسم الدايت بتاعنا. دبل كليك نزلناه، وفي 3 دايودز، وفي هنا دايود اللي راكب امبرل مع الموتور، نوع تاني بس مش مشكلة هنستخدم دوت، هنستخدم نفس النوع ده بدل ما يتعمل نفسنا. فاضل ايه، 3 خمسات. ادي اي سي تايمر 3 خمسات، واعتقد كلنا اتعاملنا معاه قبل كده. محتاجين مقاومة ريزيستور، محتاجين مقاومة متغيرة. علشان نجيب المقاومة المتغيرة بقى هنعمل ايه؟ ادي الريزيستور اهي، هنجيب الكاتيجوري بتاعه وندور على فين الريزيستورز اهي، ادي الريزيستور، وبعدين السب كاتيجوري القسم الفرعي بتاعها او التخصص الفرعي variable. احنا عايزين variable resistor، مقاومة متغيرة. نقعد ندور بقى على شكل المقاومة المتغيرة اللي موجودة في السوق، اللي بنتعامل معاها، موجودة في السوق، منتشرة في السوق يعني، وهنتعامل معاها. بص طبعا هما كلهم شكل بعض، كلهم بيقوموا بنفس الوظيفة، لكن
بنبص على البي سي بي باكج عشان تعرفنا ايه شكل المقاومه اللي احنا بنستخدمها. فهي ديت اعتقد كويسه، هي دي اللي موجوده. محتاجين ايه تاني؟ محتاجين كاباستور، كاباستور اهوت. في نوعين هنا من الكاباستور، في له قطبيه زي دوت اللي هو المكثف الكيميائي، وده ملوش قطبيه، ملوش طرف موجب وطرف جراوند، وده عاده بيكون مكثف سيراميكي. فهنختار المكثف اللي هو العادي اللي هو ملوش قطبيه، وبعدين نيجي هنا نختار الكاباستور زي ما عملنا المره اللي فاتت. ننزل على السب كاتيجوري، هندخل على جينيريك، وبعدين اهو ده الطرف الموجب وطرف جراوند دبل كليك. يبقى احنا كده تمام، مفيش اي مشكلة عندنا. ممكن بقى نحط الباتري، ممكن نجيب كونكتورز، لان احنا المفروض مش هنوصل الموتور، مش هنلحم طرفين الموتور بالدايرة او بالبوردة بتاعتنا، ولا هنلحم طرفين البطارية بالبوردة بتاعتنا. لا، احنا محتاجين 2 روزيتا، واحدة للموتور وواحدة للبطارية. فندور بقى على الروزيتا المناسبة لينا، هيدر بلوك نلاقيها هنا، ندور عليها بقى. ايوه اهي، ده شكل الروزيتا. نضغط اوكي ونشتغل بقى. تعالوا ناخد البيز الاول اللي هو الاساس بتاع الدايرة اللي هو الاي سي بتاعنا اللي هو 3 5. وتعالوا بقى ناخد الدايرة من اليمين للشمال، ادي البطارية. مع البطارية في هنا الموتور والموسفت. فين الموتور بتاعنا؟ ادي الموتور. فين الموسفت بتاعنا؟ اهوت. هنوصلهم ببعض ونوصلهم بالبطارية زي الرسمة بالظبط. في هنا دايود، الدايود دوت عايزين نحطه بالوضع ده، فهنعمل له كليك يمين زي ما اتعلمنا قبل كده، وروتيشن انتي كلوكوايز او كاونتر كلوكوايز عكس اتجاه عقارب الساعة، ونركبه امبرل معاها كده مع الموتور بالشكل ده. هنلاقي هنا يا ريت نمشي واحدة واحدة برضو، يعني عشان ما نبقى منظمين أكتر. نسمي كل حاجة باسمها، بمعنى هنا البطارية نخليها مثلا بي 1 مثلا، أي اسم مش هتفرق معايا. دي مكتوب هنا دي 3، يبقى دبل كليك على العنصر نفسه أو على الاسم نفسه، يبقى دي 3. الكيو دوت مكتوب كيو 1، هي مش مشكلة، مش هتسبب لنا مشكلة في الشغل بتاعنا، بس يعني عشان لو في مشكلة في الدايرة وحبينا نعمل تشيك عليها نقدر نكتشف المشكلة بسهولة. اليو دوت لازم نديله اسم برضه، نخليه يو 1 حتى لو مش موجود عندنا في الرسمة. بعد كده هنحط بقى ايه المقاومة اللي هي R2 اللي بين الجيت بتاع الموسفت وبين الرجل رقم 3. فين المقاومة بتاعتنا؟ هي مقاومة عادية اهوت، نوصلها كده وهتروح للرجل رقم 3. تمام، دي اسمها ايه؟ R2، قيمتها 47 اوم. يبقى دبل كليك عليها R2 وقيمة 47 اوم، ونضغط اوكي. كده ظبطناها. طيب بعد كده ادي الرجل، نبص بقى على الرجول بتاعت التلات خمسات. الرجل رقم 1 واصلة بالجراوند، يبقى فين نوصلها؟ اهو على طول بالجراوند. الرجل رقم 2 واصلة بالرجل رقم 6، ادي 2 هنوصلها بالرجل رقم 6. لو الموضوع، لو انت نظرك ضعيف ومش شايفه الارقام ديت، ممكن تعملي زوم، هتعملي زوم اما من هنا، او هتعملي زوم عن طريق البكره بتاعه الماوس او الكيباد لو بتستخدمي لابتوب.
تمام. طيب كده وصلت 2 ب 6، المفروض 2 موصلين ب 6، وبعدين في كاباستور اللي هو سي 1 واصل بالجراوند، يبقى هنحط كاباستور عادي مش كيميائي اهوت مثلا، و سميه سي 1، دبل كليك عليه هو نفسه، قيمته كام؟ 1 من 10 فرات، ونوصل ايه ده اهوت ايه ده اهو. في طريقة كويسة قوي ممكن، لان ممكن تسهل لنا عملية الرسم، لان احنا زي ما احنا شايفين كده ترتيب الرجول هنا غير ترتيب الرجول هنا. احنا ممكن نعمل كليك يمين وتعمل دي كومبوزيت. فين دي كومبوزيت؟ هي مش مفعلة دلوقتي ولا ايه؟ اهي دي كومبوز، دي كومبوز موجودة، وتقدر تغير مكان، تغير مكان الرجول زي ما انت عايز، بس انا بفضل ان انا اتعامل معاها كده. عامة كل واحد يعني جرب الطريقتين وشوفي ايه اللي اسهل لك، وتعاملوا كل واحدة تعمل زي ما هي عايزة، مش هتفرق معانا في اي حاجة. طيب في الجزء اللي هو بتاع ادي الرجل رقم 5 واصلة بالكباستور وبعدين واصل بالارض، فين رجل رقم 5؟ اهي، نحط لها كباستور هي كمان، نقلبه ونوصل بالأرض. الكباستور ده اسمه C2 وقيمته 1 من 100، C2 1 من 100 فرات. جميل. طيب نعمل بقى الجزء اللي هو ده، فاضل الجزء ده هو مش فاضل غيره أصلا. هنعمل مقاومة متغيرة، فين بتاعتنا المقاومة المتغيرة؟ أعتقد دي أهوت. هنعمل لها روتيشن مع عقارب الساعة، بيسميها بي ون، هنسميها بي ون، قيمتها 50 كيلو، يا 100 كيلو مش هتخسر معانا لو 100 كيلو على فكرة. ماشي. وبعدين هنوصل الطرف اللي هو المتحرك بتاعها بالرجل رقم 2 و6 اهي، يبقى ممكن نعمل مثلا كده اهو، تمام كده. في 2 دايودز هنحطهم، اللي هو الدايود ده والدايود ده، نحطهم كده نعمل لهم روتيشن، ده كاونتر كلوك وايز وده كلوك وايز، نوصلهم